طيب احنا بنجيب تلت كوب سكر مطحون، تلت كوب سكر مطحون، ومعانا بيبقى فيه تلت كوب بيكربونات الصوديوم. تاني نقول تاني الوصف، تلت كوب سكر مطحون وتلت كوب بيكربونات الصوديوم وربع كوب من زيت جوز الهند. زيت الجوز الهند لازم يكون الزيت اللي هو ذات اللون الأبيض أو ذو اللون الأبيض، اللي هو شبه الفازلين كده، يبقى شبه الفازلين. وهنبدأ نحط المكونات على بعضيها وهنضربها يا في الخلاط يا بالبلندر يا بإيدينا كده، الناس حتى اللي ما عندهاش أي حاجة بإيدينا بالمعلقة، هيدينا القوام بتاع معجون الأسنان. ونبدأ نعبيه في زجاجات ونستخدم منه على طول. حتى الاستخدام بتاع الفرشة ليها استخدام، ما ينفعش ان انا اجيب يمين وشمال يمين وشمال ويمين وشمال، ده انا بجيب من فوق لتحت او من تحت لفوق، بطرد، مش ان انا اجيب الاتساخ يمين وبعد كده اجيبه شمال وبعد كده اجيبه يمين، ده طبعا خطأ الناس كلها طبعا بتعمله.